وأضاف وزير الخارجية أن هناك مباحثات موسعة من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وجدد شكري رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر عملت مع قطر والولايات المتحدة من أجل التوصل لرؤية شاملة بشأن وقف إطلاق النار. خلال زيارة إسبانيا بالأمس والاتصالات التليفونية العديدة تمت بما فيها مع وزير الخارجية الأمريكي، أن هناك توافق في المجتمع الدولي بأن هذه الحرب يجب أن تتوقف، أنه حان الوقت أن تتوقف، أن نتيجة الضحايا، عدد الضحايا الغير مسبوق، حجم التدمير الغير مسبوق، الأوضاع الإنسانية المتردية ومتفاقمة في الأراضي الفلسطينية، صبر المجتمع الدولي قد نفذ ويجب أن تقف هذه الحرب. الطرح على الطاولة، ومصر انخرطت لأشهر طويلة مع الولايات المتحدة وقطر في إطار الوصول إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين ودخول المساعدات ومنع أي نوع من التصفية للقضية الفلسطينية، وأيضا الحديث حول أهمية التناول الشامل للقضية وتنفيذ حل الدولتين من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.